السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نقدمها لكم من قناة رشاد وتشاهدون فيها. بعد اعتقال الابن عقب رفع راية التوحيد، الشرطة تقتحم بيت الأسرة وتعتقل الوالد. الإفراج بأمر من النيابة عن 14 شخصا وضعتهم المحكمة تحت الرقابة القضائية في أعقاب أحداث غردايا. حراس الأمن بشركة الحراسة والحماية SKDR لا ينظمون اعتصاما تنديدا بعملية فصلهم عن العمل ويهددون بالانتحار. وتشاهدون في النشرة أيضا، قوات الشرطة تعامل الأطباء بعنف وازدراء أمام وزارة الصحة في تجاهل من الوزارة الوصية. إلى التفاصيل، قامت يوم أمس قوات الشرطة باقتحام منزل السيد محمد حسيني بحي بالكور بالعاصمة، واعتقلته مستخدمة في ذلك العنف الجسيم، كما أخرجت أسرته إلى الشارع، مما دفع بأبناء الحي إلى التهديد بالتصعيد بسبب هذا العمل المشين والظالم المسلط على أسرة السيد محمد حسيني، خاصة وأن هذه الأسرة قد تعرضت لتعسف بعد اعتقال ابنهم الشاب الذي اتهم بالإشادة بالإرهاب عقب رفعه لراية لا إله إلا الله محمد رسول الله فوق بيته، حيث حكم عليه بعقوبة السجن سنة نافذة يقضيها حاليا. هذا في وقت يغمض فيه جهاز عدالة البلاد عيناه أمام فضائح فساد ضخمة تستنزف ثروات البلاد بملايين الدولارات من أموال الشعب. خويا احنا دار لا كونسيرجوري كان جدا الله يرحمها، هي كونسيرج لهنايا، ماتت في 95، في 96 حلف لي قدامنا شراها من لي دومان، شراها بالترافيك، باسكو راهي كانت تسوي الوضعية، قال لك دار الكونسيرج ما تباع ما تشرا، وهما باعوا له في 96، منين شراو من 2000؟ شراو خدا القرار النهائي من ديال المحكمة العليا، قال لك بالطرد. عندنا الرسوة تاع الكرا اللي قبل ما تولي ما تكون كونسيير كانت تخلص الكرا عند الجورية عند مدام ميلا. عندنا الموندا تاع من 62، عندنا 50 سنة في نفس الناس. قال لك فينا الموندا ولا شي داكم. حنا واش نقدموا نداء للسلطة المانية نقول لهم كان يجي يشوفوا يسولنا حتى تاك الوضعية اللي هنا يعطونا السوسيال وكذا، انا برا خرجونا جا ليتي خرجنا. انا عندي طفله تمات 18 شهر عام ونص، خصنا احنا كي خصنا في الشرع في المحكمه العليا تاع الدار، واش قلنا ما تعرفوش، ما عندناش عداله، ما عندناش جيستيس في الجزائر، درنا الاعلام على الله محمد رسول الله ولا طلعوا، قال لك الاشاده بالاحكام حكموا عليها عام بالحبس في الدار الاعلام على لا اله الا الله محمد رسول الله، قال لكم ما كاش عداله في الجزائر، القاضي كيف يخرج فاميليا باش يديرها اريا بوتيك يخبوا فيها السلعه. الو وشنو حكموا عليه بعام؟ دوك صافي احنا دابا شيخ كبير، عندي خويا هذا في الحب، وحنا غير بنات، انا خمس بنات. دوك خرجوها هاك تشوف الشو هاك تشوف وين مرمي، وين راح ندوه حنايا؟ وين راح ندوه؟ راه بقشو مرمي مسكين، وين راح ندوه؟ شوف قشه هذه اليوم جات الدوله خرجاته جات رجال الشرطه وصار فيها عمليه قام ضربو سي نورمال اختي الدوله وليده راه مازال ما رجعش وليده صغير ما انا كنت تاعو حلم فيا باش ابن هذا هاجي قالت لي لا قلت لها انا خليها هي وعزبي يدير الباب منا يشيروا هكذا لا ما يديروش منا شوف غلقوا هالو باش نسلاو قادنا شوف الحقرة شوف وشوف اش طمعوا له شوف هذا حياته 63 سنة أنا جارو مقابلني نطلع عليه كل يوم 63 سنة في مش يشفى ودارنا 63 سنة هو ساكن هنا جامي هذا إنسان الناس ولاد فاميليا الناس مربيين يعرفوا ربي يعرفوا ناس بسطاء هادو الناس عاقلين وبسطاء ولاد فاميليا هادي جاو خرجوهم بالقوة العمومية يا خويا وراي الحقرة وراه رئيس البلدية وراه رئيس البلدية وراه الوالي وراه الوالي وليدو ضربوه صباح وليدو الداوة مصروع مسكين بتريسيتي اللي أنا طايح مصروع بتريسيتي طايح خلينا من تريسيتي هذا هو الأمن يجي يخرجك هكذا الأمن يجي يخرجك بالظروفة والبروكيرور لو كان البروكيرور اللي بعث لهم الورقه يجي يشوفهم كيف عايشين نص بيت طمع فيهم نص بيت طمع فيهم يا عباد الله
استنى كاينه حاجه هنايا. شوف عندنا الدليل، هذا الدليل حنايا. عندنا استئناف. استئناف الحكم. استئناف فهمت. اللي سي ما حبش يوقف. ما حبش يوقف استئناف. شوف هاي، هاو الدليل. هاو الدليل، هذه هي العدالة. هل هذه هي العدالة؟ ها؟ وين راح يروحوا مساكن؟ شوف قصهم. شوف بيه بنت بيه بناته بولاده وليده دوك كم زاد داهولو وليده الاخر. علاش؟ انا صباح ربي نط لقيت رجال الشرطه تقول ما على باليش واش كاين. سقسيت قال لك راح يخرجوا جارنا غزالو. وجارنا غزالو هذا مسكين انا عنده بيت. عنده بيت كيفاش هذا؟ انا عن بالي جاو يحاسبوا الخليفه. راك فاهم؟ عن بالي جات الشرطه هذه جاو يحاسبوا الخليفه ولا ولا شاكي بخليفه ولا يا جا ولا عم بالنا هذاك اللي حرق الدوسي الميلاد تاع الخليفه جاو يدوه يا جاو يخرجوا يا ناس يا دوله رانا محقورين راكم حضرتونا نوكلوا عليكم ربي نوكلوا عليكم ان شاء الله ربي والله نوكلوا عليكم ربي نوكلوا عليكم ربي وربي يخلصكم ما دو معاكم والو راكو غير نفسي 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 والله نوكلوا عليكم ربي نوكلوا عليكم ربي ربي ولو عاديه الانسان يقدر يتولد بلا باباه بصح بلا يماه ما يقدرش يتولد خاطر حنا يمانا كاع جزائر الانسان يقدر يقول ما عنديش اب بصح لا راح للاب تاعو يماه ديما كاينه يماه كاينه شكون يماه هذه يماه الجزائر حنا نحبوا الجزائر حنا نحبوا الجزائر حنا نحبوا الجزائر بيرو يو كيرو ليبرتا يو كيرو ليبرتا راكو كليتونا يا الرئيس يا الرئيس شوف للشعب تاعك شوف للشعب تاعك كيفاش راح تقابل ربي باش تاع ربي يقول لك يدخلك مدخل واسعا محشر واسعا ولا ضيقا خاف ربي شوفوا فينا يا السلطه مدوا معاكم والو راكو تدخلوا للثقبه هذيك تعرفوا ربي غير يموت كاش واحد او مات بن بلا تعرفوا ربي بصح غير يروحوا ثلاث ايام ما تعرفوا والو ما تعرفوا والو نوكلوا عليكم ربي ان شاء الله الدرهم اللي ديتوهم جميع اللي دا الدرهم ان شاء الله يجي لهم دواء لولادو ان شاء الله ان شاء الله يجي لهم دواء لولادو حسبينا الله ونعم الوكيل حسبينا الله ونعم الوكيل كمل كمل خدمه كمل عاوني شحوتك ها والعبادية رانا كل يوم في نقار ها والعبادية ولا هاي هادي اللي بخطنا هادي مش يقولوا على بالهم بها تزاير فضلي خاطر ملي سمعت شخصيات يقولوا راهم باش ينوضوا الفوضى ها بلادنا خاوة ها هو عبادي ولا رانا خاوة ورانا نهضروا كلمة واحدة أمرت نيابة محكمة غردايا بالإفراج عن 14 موقوفا كانت أودعتهم تحت الحراسة القضائية بسبب الاشتباه في تورطهم في الاشتباكات التي جرت بين مجموعات من الشباب في ليلة الأحد إلى الاثنين وتجري حاليا التحقيقات لتحديد المسؤولين عن الأحداث التي هزت أحياء غردايا. من جهتها دعت الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب بغردايا كافة من أسمتهم بالمخلصين من المسؤولين والمواطنين إلى تدخل تهدئة الأوضاع ورأب الصدع وتفويت الفرصة على من وصفتهم بالمخربين الساعين لإثارة النعرات الطائفية بالمنطقة وفق ما جاء في بيان صدر أمس موقع باسم المنسق العام لمجلس الشيخ عبد الرحمن الكرثي دودو بأحمد المنضوي تحت لواء الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب كما لا تستبعد الجهات المستقلة أن يكون لعناصر مشبوهة لها صلة بالسلطات المحلية والمركزية لا يستبعد أن تكون هذه الجهات لعبت على تأجيج الخلاف المذهبي بين سكان وادي ميزاب خاصة في أعقاب ذلك التلاحم الذي ميز المنطقة في الأيام الأخيرة بين مختلف فئات الشعب أثناء تنظيمهم الاحتجاجات السلمية. بسم الله الرحمن الرحيم. معك حمدان عبد السلام ناطق رسمي باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. ممثل شباب غرداء. شوف منذ الوقفة تاع لوطريز أفريل وقفة الكرامة. اللي دعت ليها المنظمه اللجنه الوطنيه للدفاع عن حقوق البطالين في ولايه غردايا منذ ذلك اليوم حينما راوا التنسيق وراوا شباب ولايه غردايا بدا يلتحن وبدا يتفاهم فيما بعضها وبدات الامور تاخذ مظاهر ايجابيه اذا به لاحظنا انه وقع نوع من الالتفاف على الشباب ونوع من المؤامره اول مؤامره تعرضنا لها هي أعيان ولاية غردايا هو الالتفاف رقم 2 هو البرلمانيين والالتفاف رقم 3
هو نوع من العصابات اصبحت نوع من المؤامره تحدث هي اول مؤامره حدثت هي انه راحوا المقبره الملكيه مقبره الملكيين وقاموا بنبش قاموا ببناء جدار على مستوى مقبره الملكيه في منطقة التي تسمى قصر مليكة وقاموا ببعض بعد بناء الجدار ونوع من الاعتداء على التراث المالكي العربي على مستوى قصر مليكة وهذا ما أجهز الطائفية في تلك المنطقة. أول نقاط تماسية بين الإباضيين والمالكيين هي منطقة مليكة. منطقة مليكة هذه منطقة مختلطة يسكنها المالكيين والإباضيين متعايشين منذ زمن طويل. إذا بهذه المشكلة تاع المقبرة هذا كل مرة في جميع المحاولات وكل ما يبقوا يديروا محاولة من زرع الفتنة أو إثارة هذه الأمور يقومون بنبش هذه المقبرة بإزالة الجدار وبطلاء القبور وبي يا أخي إحنا يا الرسالة اللي نوجهها للشباب ونوجهها للمسؤولين كفانا من الفتنة وكفانا من هذه الأمور. أصلا إحنا كشباب درك نجو خارجين في احتجاجات كبطالين ولا رايحين نلقوا صعوبات هناك رمال حتى على ضبط النفس ووقف وحظر التجوال ووقف إطلاق ووقف الاعتصامات راح يحرموا الشباب ويحرموا سكان المنطقة من الاحتجاجات ومن الاعتصامات ومن التعبير عن حرية التعبير. رايحين بعد الأحداث الأخرى راح تكون هناك تضييق على الحريات وتضييق على التعبير عن الرأي وعن الاعتصامات وعن الأمور. دائما عندما تتجه السفينة إلى الأمام وإذا بها الشراع يمزق والأشرعة السفينة الغربية تمزق وتتقب وتظهر هناك أشخاص لم نسمع لهم أي كلام. يا أخي كفانا من هذه الفتنة وكفانا من هذه الأمور. نحن دعاة صلح ودعاة انسجام لا هذه الأمور لا تخدم أي طرف وتخدم الناس محسوبة على أطيافنا. ولماذا في هذا الوقت بالذات قاموا بتحريك هذا الأمر؟ عندما لاحظ أن شباب المالكية والإبادية أصبحوا يتحررون ويتكلمون مع بعضهم ترى ماذا يحدث؟ تمزيق الشغب وتكسر وتعتداء على الممتلكات العامة وحرق الممتلكات وحرق السيارات والهجوم على المنازل يا أخي إحنا براء من هذه التصرفات. واي شخص يقوم بهذا العمل راح يتحمل هو المسؤوليه تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما نشتغل انا تعرفنا على اهتمام بها على مجري في الصحراء الرمانية. ثانيا فيما يخص الاحداث اللي صارت في غردايا مؤخرا يوم الخميس هناك مجموعه من الشباب بالغين بالعرب اسمحوا لي بهذا الوقت احنا ماذا بينا ما يكونش هذه الالفاظ لان النظام هو اللي يغذي هذه الفتنه. راحوا يبنيوا جدار في هذه المقبره حيث تدخل بعض الشباب وكان التدخل تاعهم غير مباشر حيث اتصلوا مباشره برئيس الدائره ورئيس بلديه واشعروه بواش راه يصرى في هذه المقبره من اشهر. وتنقل رئيس دائرة ورئيس بلدية شخصيا إلى عين المكان حيث قاموا بتوقيف أشخاص يوم الخميس. أما الأحداث اندلعت يوم السبت حوالي الساعة 12 بعد احتجاج قام به شباب من حي التنية وغلقوا الطريق المؤدي إلى وسط مدينة غردايا. كان احتجاج على عدم رفع القمامة من حي، وتحول هذا الاحتجاج إلى هجوم شارك إلى سكان مدينة مليكة الذي لا يبعد حوالي 400 متر 500 متر من مكان الاحتجاج. وكان نداءات الله أكبر ورمي بالرشق بالحجارة للسكان اللي كانوا هنا
حيث يتدخل الشباب من الجهه الاخرى هما اباضيه الامازيغ وردوا على هذا الشيء. المشكله اين؟ تفهم ان النظام الجزائري او السلطه العموميه السلطات المحليه لم تقم بوقف هذا العنف الى غايه الساعه الثامنه ليلا. تم دخلنا مع رئيس الدائرة لإرسال شاحنة من الشرطة لإيقاف هذا أعمال الشغب. احنا بعد الاتصالات احنا دركا هي نعرف النظام الجزائري بعد اللقاء اللي درناه حول منصة شرفية في عيد الضربية حيث التقى نظام وعرب أو أمازيغ أو إباضية ومالكية ينزلوا على التبديد المال العام نهار 26 ماي بمناسبة عيد الضربية. ثم النظام فهم باللي الشعب في ولاية غردايا راه واعي عرف باللي المشكل نتاعو مع النظام ماشي المشكل نتاعو مع المواطنين او المتساكنين او الجيران. لهذا فهموا باللي راه رايح يتغلق عليهم رايح ما يقدروش ينفذوا المخطط نتاعهم بما انه نظام وعرب فهموا في هذاك النهار من هذاك الوقت راه يدير اي كل وسيله باه يعاود يرجعنا للتفرقه والفتنه وتغذيه هذه الفتنه. النداء نتاعنا لجميع سكان ولايه غردايا النظام او عرب يقولوا باللي نحن مواطنون تابعين للدوله الجزائريه ومواطنون من الدرجه الاولى ولنا جميع الحقوق ومتساويين في الحقوق. اذا كان اي مواطن حب حاجه من السلطه او من الدوله الجزائريه يروح مباشره للدوله الجزائريه ولا يكون على حساب مواطن اخر. قام عدد من حراس الأمن يعملون بشركة الحراسة والحماية اسبيدو بقاعدة 24 فبراير بمجموعة سوناطراك في حسي مسعود. قاموا بتنظيم صباح يوم الأربعاء اعتصاما أمام مقر ولاية ورقلة للتنديد بالظلم الذي يتعرضون له والذي أفضى إلى فصلهم الجماعي عن العمل عقب إضرابهم يوم 24 أبريل للمطالبة بحقوقهم. وقد انضم إليهم مجموعة من العاطلين عن العمل جاءوا من مختلف أنحاء مدينة ورقلة. ويعتبر حراس الأمن المفصولين عن العمل والذين تربطهم بشركة اسبيدو عقود عمل يعتبرون أن هذا الإجراء تعسفي باعتبار أن ما قاموا به من احتجاجات يدخل في إطار الممارسة المشروعة في المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية مثل زيادة في الرواتب والتأمين. وأمام انسداد الأفق هدد عدد من المتظاهرين من حراس الأمن بالانتحار من خلال رمي أنفسهم من أعلى مبنى مقر ولاية ورقلة حسب ما صرح به السيد طاهر بالعباس منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن العاطلين عن العمل. ولاية ورقلة تشهد احتقان وانزلاقات عدة انزلاقات هذه الأيام في كل من أمام مقر ولاية ورقلة في الشوارع الرئيسية وهذا للمماطلة الإدارة في التسريع في تجسيد القرارات والتعليمات الأخيرة التي صدرتها الحكومة فيما يخص ملف التشغيل. ولهذا قررنا عنا كلجنة وطنية الدفاع عن حقوق البطالين الخروج في تظاهرة مسائية اليوم الخميس على السادسة مساء لإرسال عدة رسائل للإدارة أنه عمل الطبيعة والظروف القاسية التي يوصل بها الجنوب لم تكن حق أمامنا للمطالبة بحقوقنا واسترجاع حقنا وممارسة حقنا في التظاهر والتنظيم. ورسالة أخرى للمسؤولين تبين لنا أنه هناك لوبي فساد داخل الإدارة يتهم في الكاتب العام ورئيس ديوان ورئيس المجلس الشعبي الولائي وبعض كبار ضباط المخابرات الذين هم في اجتماعات يومية وباستمرار لإجهاض حراكنا وتسويه صورة البطالين ومن لديهم مطالب اجتماعية. هذا ما توصلنا إليه وما سنكشف عنه ونوجه لهم رسائل مباشرة لهذا اللوبي الفاسد داخل الإدارة في هذا المساء يوم الخميس على السادسة مساء أمام ساحة البلدية. لدينا مجموعة كبيرة حوالي 130 عون أمن في شركة دوزاستي الأمن والحماية التي معظم هذه الشركات تحت كيرها الوزراء والجنرالات وكبار المسؤولين في الدولة شركات الأمن والحماية.
هما طلبوا واحتجوا وطلبوا بتجسيد التعليمات الأخيرة التي صدرت على الحكومة والقرارات التي تقول أن القطاع الخاص لابد من رفع الأجر إلى حوالي 80%. طلبوا بالتسريع في تنفيذ هذه القرارات، وإذا بها المؤسسة تفصلهم عن العمل وكأنها ترد أنه لا تسير لهذه القرارات ولا تطبيق لهذه التعليمات، لأن هذه المؤسسات تقتات من دماء هؤلاء لا تستطيع أن تعطيهم حقوقهم. إذا سلمت المؤسسة بحقوقهم فهي ضمنيا في رداد المؤسسات المنحلة والمؤسسات المفلسة، هي لا تستطيع أن تلبي مطالب المحتجين الذين هددوا بالانتحار الجماعي منذ يومين في مقر ولاية ورقلة، لأنها تقتات على دمائهم ومن أجرهم ومن راتبهم ومن تداعيات الاحتقان والانطلاقات التي تشهدها ورقلة هذه اليومين. اليوم صباح نارض أحد المنظمين في ورقلة انتحر وتوصل سكب البنزين على نفسه، ولولا تدخل العقلاء وبعض الحاضرين في مطار الولاية لكاد ان يحرق نفسه، وحول الى مركز الامن، وقبل قليل اطلقوا سراحه رجال الامن وسجلوا له محاولة انتحار بصفة رسمية. السيد المدعو عبد الامين متزوج وله طفل. نظم المئات من الأطباء الممارسين والأخصائيين وأطباء نفسانيين وعاملين في مجال الصحة العمومية اعتصاما يوم الأربعاء 8 مايو أمام وزارة الصحة والإسكان في الجزائر العاصمة، وكان جهاز أمني كثيف قد أخذ موقعه استباقا لتظاهرة الأطباء، حيث تمركز الحشد الأمني بعين المكان قبل وصول المضربين معززا قواه برطل من شاحنة قوة القمع أمام الوزارة وفي محيطها. وأمام هذا المشهد أخذ المتظاهرون يهتفون أمام مقر الوزارة الوزارة بلا قرار، وحاولوا التوجه نحو مدخل الوزارة ولكنهم جوبهوا برد شرس من قبل الشرطة الذين تعاملوا مع الأطباء بقسوة شديدة واحتقار فظيع، بما جعل السيد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائي الصحة العمومية جعله يصف ما جرى بانزلاق خطير آخر يضاف إلى انحرافات أخرى يستمر وزير الصحة اقترافها بحق الأطباء، مع الإشارة إلى أن وزارة الصحة والإسكان كانت قد أعلنت في بيانها الصادر يوم أمس أن الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية مهني الصحة غير شرعي، استنادا إلى حكم قضائي صدر أمس عن الغرفة الإدارية لمحكمة الجزائر. وفي الأخير وكالعادة نترككم مع بعض الصور الكاريكاتورية التي وردت هذا اليوم. وقبل أن نفترق نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا على العنوانين التاليين: الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم الفعالة ودعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة رشاد. كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالقمع والتعتيم، لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. إلى هنا ينتهي موعدنا الإخباري لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.